طيب احنا هنبدأ حاليا بكام سؤال كده بحيث تشوفوا الفكرة ماشية ازاي، وان شاء الله بعد الأسئلة دي هوريكم الأسئلة اللي بتيجي بنسبة 100% في اختبار البنك الأهلي بالذات. اوكي، فتابعوا لآخر الفيديو عشان تقدروا تشوفوا الأسئلة كلها. خلينا نبدأ مثلا بحاجة زي دي. بيجي لك السؤال بالشكل ده وبيقول لك دلوقتي انهي شكل من دول بقى اللي المفروض يكون بعد الأشكال اللي انت شايفها حاليا. اوكي، طيب بتيجي تبص الاول على الاشكال اللي هو جايبها لك حاليا دي عشان تفهم هو عايز ايه. زي ما انت شايف كده مثلا الجزء الاسود هنا افقه كده بالشكل ده، وبعد كده بقى راسي، وبعد كده اتقسم بقى جزء افقي وجزء راسي، وبعد كده بقى افقي بالكامل وزي ما انتم شايفين كده وجزء منه صغير راسي. طيب السيكونس هنا ماشي ازاي؟ كان مره افقي مره راسي، مره افقي مره راسي. يبقى المره اللي جايه هنا المفروض يكون ايه؟ يكون افقي. لو لسه ما وصلتش الفكره هقولها تاني. حاليا انتوا شايفين ان الشكل في الاول كان بادئ افقي زي ما انتوا شايفين، الخط كان ماشي كده اللي هو الخط الاسود اللي تحت ده، وبعد كده بقى راسي، وبعد كده بقى افقي، وبعد كده بقى راسي. نتوقع اوتوماتيك ان اللي جاي بعد كده هيبقى ايه؟ هيبقى افقي. طيب يعني بما ان هو هيبقى افقي يبقى في عندنا حالتين هيطلعوا بره الايه؟ طريقه الحل معانا مش هينفعونا يعني. اوكي؟ طيب انهي واحد بقى في دول؟ طيب خلينا نشوف السيكونس كان ماشي ازاي. مره هنا كان اسود، وبعد كده بقى راسي وجزء منه بقى هنا، وبعد كده الجزء اتقسم نصين، وبعد كده رجع تاني نفس الشكل ده. يعني هتلاقوا الشكل ده زي الشكل ده. كويس؟ طيب نبص على السيكونس اللي بيمشي هنا. المفروض كده ده هنا كان رأسي، وبعد كده هو اتقسم جزئين هنا، فتتوقعوا اللي جاي ايه؟ هو واضح ان هو مثلا كان بينقل، يعني الجزء ده اتقسم نصين كده، فهنا اتقسم نصين. حلو؟ فبعد ما اتقسم نصين جزء كان تحت وجزء كان فوق زي ما انتم شايفين، فتتوقع اوتوماتيك ان الجزء بالكامل هيبقى فوق، هيبقى سي. فاهميني؟ يبقى الجزء ده كله بقى فوق واللي تحت بقى ابيض، لان هو في المرحله اللي قبلها كان جزء ابيض، جزء اسود فوق وجزء اسود تحت، فمعنى كده ان هو هيتنقل بالكامل فوق زي ما انتم شايفين كده، فاللي جاي هيبقى سي. طيب نيجي نشوف سؤال تاني. سؤال زي ده. اوكي، انت لما بتيجي تحل اسئله الاي كيو، انت او انت لما بتيجي تحل اسئله الاي كيو حاول تفهم الشكل عايز يقول ايه. ماشي؟ هنا مثلا الاتجاه كان شمال، اللي هو الجزء ده كده كان شمال. اوكي، وبعد كده الجزء ده بقى يمين، وبعد كده الجزء ده بقى شمال، اللي هو العقرب الصغير اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ده، وبعد كده الجزء ده بقى يمين. طيب واضح ان هو ماشي بالسيكونس ده، مره شمال مره يمين، مره شمال مره يمين. يبقى انت بما ان اخر مره كانت يمين يبقى تتوقع اوتوماتيك ان اللي جايه ان شاء الله شمال. طيب احنا بنصفي بقى دول عشان نشوف الشمال فين. طيب الشمال في دول ايه؟ ممكن بي وممكن سي وممكن دي، يبقى ايه مش معنى. اوكي؟ طيب نبدأ نشوف حاجة تانية تقدر تقول لنا على النتيجة. هنا كان مستقيم، بعد كده بقى نازل لتحت، يعني هنا كان خط مستقيم، بعد كده خد الاتجاه لتحت، بعد كده خد الاتجاه لفوق، وبعد كده بقى خط مستقيم كامل. اوكي؟ طيب يعني مستقيم تحت فوق، بعد كده مستقيم. ممكن نتوقع في الموضوع ده حاجتين، ان هو طبعا هو مستقيم تاني، فمش لا يعني هو غالبا مش هيبقى مستقيم تاني، دي بره الحسبه. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين هو بيتغير، مره تحت مره فوق مره مستقيم، فهو بيتغير، فغالبا ده مش معانا. المره اللي بعدها احتمال كبير يكون تحت. ليه؟ لان هو كان ماشي بالسيكونس ده، مستقيم تحت فوق مستقيم، يبقى غالبا المره اللي بعدها هيكون. طيب يلا بينا كمان نشوف سؤال تالت. طيب
اولا انت بتيجي تبص على الشكل ده زي ما قلت لكم، بتشوف المنطق ايه او السيكونس ده ممكن يكون ماشي ازاي. اوكي طيب، احنا عندنا هنا في البداية الشكل كان اسود ابيض اسود وبالشكل ده، كويس. وبعد كده بقى اسود ابيض اسود بالشكل ده، وزود واحد ابيض هنا اللي هو انتوا شايفينه ده، كويس. بعد كده الشكل بقى زي ما انتوا شايفين كده، هو بيتحرك مع عقارب الساعة. هو كان هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا. عقارب الساعة يا جماعة بتلف بالشكل ده، مظبوط؟ طيب يعني معنى كده ان الشكل ده بيلف مع عقارب الساعة. خلينا نكمل مع بعض هنا. نتوقع ان هو هيلف اسود ابيض اسود، وبعد كده زود واحد ابيض وواحد اسود، كويس. انا بس بعلم لكم على الجزء الثابت معانا اللي هو ايه، بيتحرك دايما مع عقارب الساعة. بعد كده الشكل هنا بقى اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض بقى هنا. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده هنا، وبعد كده اتحرك بقى فوق، بعد كده نزل مع اتجاه عقارب الساعة بقى في الجنب ده، وبعد كده بقى تحت اتجاه عقارب الساعة بالظبط. عقارب الساعة زي ما قلت لكم بتلف كده. طيب نبص على حاجة تانية هنا، هو زود واحد كمان ابيض، وبعد كده زود واحد اسود اللي هو ظاهر هنا ده. يعني الشكل بيلف، الشكل الاساسي ده بيلف معانا، وبعد كده انت بتزود واحد ابيض وواحد اسود زي ما انت شايف. وبعد كده نزل هنا، زودنا واحد ابيض واحد اسود واحد ابيض. يبقى تتوقع اللي بعد كده المربع اللي هيزيد هنا هيبقى اسود. بس الفكرة كلها بقى هيبقى شكله عامل ازاي. انت وصلت للمربع هنا تحت هنا، يبقى معنى كده ان اللي جاي اسود ابيض اسود في الاتجاه اللي واقف اللي هو كده. طيب مين في دول اللي فيه الشكل ده اسود ابيض اسود في الاتجاه ده؟ عندنا سي وايه فيهم نفس الشيء، مظبوط. يبقى ده بره وده بره، اوكي. طيب قلنا هنا ان هو بيزود واحد ابيض وبعد كده رجع زود واحد اسود وبعد كده ابيض اسود ابيض، يبقى متوقعين ان اللي هنا هيكون اسود. طيب احنا قلنا ان هو في الجنب هنا هيبقى اسود ابيض اسود، كويس. وعندنا هنا هيكون واحد ابيض واحد اسود وبعد كده واحد ابيض واحد اسود، كويس. طيب اللي هو خلينا نشوف كده الشكل ده، ده واحد اسود واحد ابيض واحد اسود اللي هو الجزء اساسا اللي بيلف معانا اللي هو الثابت اللي هو هيرجع بقى تاني للشكل ده. بعد كده بتزود انت، هو هنا احنا وصلنا لثلاثة ثلاث زيادات، ثلاث مربعات زيادة، فالمفروض اللي بعدها هيبقى هنا الرابع. طيب يبقى احنا عندنا واحد ابيض واحد اسود واحد ابيض واحد اسود، يبقى ايه؟ طبعا احنا بنستبعد دي لانها كده مش ماشيه مع عقارب الساعه، لان المفروض ان انا بكمل الجزء اللي فوق من هنا، فمعنى كده ان دي فيها فراغ، يبقى مش دي اللي معانا. ثانيا لازم اللي بعد دي يكون فيها اربع مربعات، ف دي اللي ممكن ينطبق عليها حاجه زي دي. واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا كده، احنا معانا اربع مربعات، واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى الاجابه هنا ايه. طيب حاليا هشوف معاكم الاسئله او الاشكال اللي جايه بنسبه 100%. بصوا برضو انا هسيب لكم الفايل الخاص باسئله الاي كيو كلها، لو انت حابين تتدربوا عليه هيكون في اللينك في الوصف تحت الفيديو تقدروا تشوفوه، وهسيب لكم كمان اللينك في الموقع تقدروا في اي وقت تدخلوا في اي وقت تتدربوا عليه وتحلوا الاسئله دي. تعالوا نشوف سؤال زي ده. ان شاء الله بنسبه كبيره جدا السؤال ده بيجي في اختبارات الاي كيو الخاصه بالبنك، اوكي. خلينا نشوف شكل زي ده. انت زي ما قلت لكم بنحاول نشوف المنطق ايه في الشكل ده. كان عندك هنا مثلث وبعد كده هنا دايره، خد بالك ان الدايره هنا زي الدايره هنا، كويس. وبعد كده المربع هنا زي المربع هنا، كويس. تتوقع على طول ان المثلث هنا هيبقى زي المثلث هنا، وده هيبقى دايره. يعني هنا كده هيبقى مثلث وهنا دايره. ده واحد من الاسئله اللي بتيجي بنسبه كبيره جدا، وانا فاكر ان انا حتى وقت ما دخلت التيست بتاع الاي كيو كان السؤال ده كان موجود. يبقى انت تتوقع اوتوماتيك ان المثلث ده هيكون في زيه هنا، والدايره دي هتكون زيها هنا. ليه قلنا كده؟ لانه زي ما انتم شايفين من الاول هو السيكونس ماشي كده، ده ماشي مع ده
ده ماشي مع ده، وده ماشي مع ده، وده ماشي مع ده، وده ماشي مع ده. اوكي طيب، يبقى معنى كده ان هنا هيكون المثلث فوق وبعد كده في دايرة تحت اللي هو الشكل ده. اوكي يلا بينا نشوف واحد تاني، نمسح الاشياء دي عشان نكمل نشوف السؤال اللي بعده. طيب سؤال زي ده المنطق فيه ايه؟ اولا هو الاتجاه كان كده، وبعد كده السهم ده بقى كده، يعني انتوا شايفين هنا ان هو بقى كده وبعد كده نزل لتحت وبعد كده بقى بالشكل ده اللي هو الاتجاه ده. طيب انا عايز اجيبها لكم بشكل ابسط شويه. لو احنا بصينا هنا على الـ 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 الصغير ده، السهم الصغير، انت عندك هنا دلوقتي سهمين، واحد كبير وواحد صغير، انت بتشوف ازاي الاسهم دي بتمشي او ترتيبها ماشي ازاي. اولا هو كان هنا بالشكل ده، بعد كده تتوقع ان هنا احتمال كبير يكون بالشكل ده اتجاهه لفوق، بما ان هو ماشي كده مع عقارب الساعة زي ما انتم شايفين هنا كده، وبعد كده عدينا مرة وبعد كده بقى اتجاهه كده وبعد كده بقى تحت وبعد كده بقى اتجاهه كده، فمعنى كده ان هو بشكل عام ماشي مع اتجاه عقارب الساعة. فانا اتوقع ان في واحد من دول وشه هيكون لفوق، سهم من دول وشه هيكون لفوق. طيب عندنا ايه نقدر نصفيه من دول؟ عندنا ده احتمال وده احتمال وده احتمال، ليه؟ الاشكال دي كلها زي ما انت شايف باصة لفوق، ده وده وده، طبعا دول احتماليتهم مش موجودة. اوكي طيب نبص على ايه تاني عشان نفهم الشكل بعد كده نختار انهي واحد من دول. السهم الكبير ده زي ما انت شايفين كان هنا وبعد كده نزل تحت بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا، يعني معنى كده برضو ان هو ماشي مع عقارب الساعة. طيب هو مشي في الاتجاهات دي مع عقارب الساعة، نزل عدى هنا زي يعني اذا كانها بقت وتلت مثلا، هنا كانت وخمسة، فمعنى كده ان هو المفروض يكون في الاتجاه ده في مكان وربع عشان بعد كده يكمل اتجاه عقارب الساعة اللي هي ماشية كده كده، فاهميني؟ فمعنى كده ان هو بيلف بالشكل ده، فهو هنا كان وتلت، هنا كان وخمسة، هنا وتلت، فتتوقع على طول ان الاتجاه هيكون يمين اتجاه وربع، فالشكل ده هو اللي يمشي معانا في الموضوع ده، لان هو هنا الصغير بقى فوق زي ما شفنا السيكونس كان ماشي ازاي، والكبير ماشي برضو مع عقارب الساعة، فالمفروض في المرحلة دي يوصل عند وربع كده. اوكي الفيديو ده احنا اتكلمنا فيه على حوالي 5 اشكال تقريبا او 6 اشكال، شفنا طريقة الحل بيهم. لو انت ما فهمتش المنتاليتي او المنطق اللي ماشي ازاي في الموضوع ده، ممكن تعيد الفيديو مرة تانية وتوقف في كل لحظة وتحاول انت تحله مجرد ما تشوف السؤال، يعني توصل كده عند السؤال وتبص عليه بالشكل ده كده زي ما هو كده بدون حتى الاجابة، انا حتى هنا حتى معلم على الاجابة، فانت بص عليه من غير الاجابة وحاول تحل انت لوحدك الشكل بحيث تشوف انت فهمت الفكرة او لا. اوكي ما تنسوش الاشتراك في القناة، ان شاء الله هنعمل حلقات تانية نكمل فيها شرح بقية الفيديوهات دي وبعض الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، انا بنوه عنها او بقول ان دي الاسئله اللي جايه في الامتحانات فتقدروا تشوفوها. ما تنساش تشترك في القناه، ولو ليكوا اي كومنت اي تعليق اي سؤال ما انتوش عارفين بيتحل ازاي ابعتوا لي وهنحله مع بعض. كمان هسيب لكم لينك المدونه تحت والويب سايت الخاصه بالبيج، ممكن تبعتوا لي عليها اي اسئله او اي حد عنده مشكله في التقديم على البنوك. اوكي يلا اشوفكم الحلقه الجايه.